دو برمي عليك. برمي أنا. عمل لي برمي على كل أضاوات الحارة. لعند هذا مأمون. لهم اجتماع بالمضافة. صار معي. يا عمي أبو حاتم، فهمنا بالعلم نشرح، شو القصة؟ يا جماعة، هلأ أبو كامل ابن أخوه للزعيم أبو صالح الله يرحمه، هي ما عاد حكينا فيها. بس اللي عم يصير بالحارة لا من مربانا ولا من ناموسنا ولا من أخلاقنا. طيب شو عمل أبو كامل؟ حكينا يا أبو حاتم، سمعنا. أخذ بيت أبو مرعي غصب عنه، وأخذ بيت عمة أبو النار وحط إيده على بيت الإيد عشرين، واشترى دكانة أبو سمير وحمصاني وحط لنا زلمته النمس فيها، وآخر متاخر احكي احكي يا ممدوح، قل له شو صاير معك. يعني النمس طالب مني يشتري بيتي لصالح مأمون بيك. لا لا يا أبو حاتم لا، خلص قولة بقى، قولة إنه الشغلة حساد وديت عيبها. اسكت كلامك وعرف مع مين عم تحكي. ها وعك، أنا أبو حاتم الشامي معروف أصلي وفصلي وقديش ما كاناتي. صلوا على النبي. اللهم صل على النبي. لا يا ابو حاتم والله على الناس تتخانقوا، كرمالي كرمال الحاضرين عود. تفضل عمي تفضل. انا كمان يا شيخي، مو معقوله نتخانق، نحن عضوات الحاره مشان واحد صاروخ مثل النمس. يا ابو حاتم ما قلت لك اذا متضايق منه وين ابلعه برات الحاره ويا نمس؟ علولو تعال هون. اسمعوا يا سمع، هلا بنطب اغراضك وبتنقل على برات الحاره، واذا بشوفك جواتها بدي ارفعك فلا بلا مصلى منك الحاره. ليش بيش شو عملنا؟ لا ترد علي، يلا طب اغراضك وننقل على برات الحاره. امركم بيك، وقت الكبار اللي بيشكوا اللي بيحكوا اللي بيشكوا بيخلص. اسمعوا يا هون. شو بيك؟ تعال عندي لهون، هذا اعطيني مفتاح الدكان والبيت هذا. شرف، وين مفتاح الدكان والبيت؟ واذا بدك مش لحالك كنت شامي كمان. هاي ما تروح إلا عند الويش اللي مثلنا، بس دخيل شو تفعل خواطر أكبر من كل كبير. الله معك، ضربي ست ما يرد. وهاي خلصنا من وحدة، عن إذنك شيخنا. شو في كمان أخي حاتم؟ بيت أبو ممدوح على راسي أخي، البيت ملكه وما في حدا بيقدر يجبره إنه يبيع هذا البيت لأي مكان. البيت بيته أخي، ولما حدا بيزعجه بكلمة أو بيهينه لازم يحكيها قدام كل أهل الحارة. مشان الله لا تزعل من أبو حاتم. أبو حاتم قلبه طيب بس واضح وصريح. بالعكس يا جماعة، ما في أحلى من الصدق والصراحة، وما بتتصوروا قديش معزة أخي أبو حاتم كبيرة عندي. شوفوا يا جماعة، نروح على أشغالنا. يا الله.